أنا ليان الولي من ثانوية الموهوبات بجدة. أكيد مشاعر فخر وامتنان واعتزاز بأنه إحنا إن شاء الله حنكون نمثل المملكة يعني إن شاء الله على بأحسن صورة ممكنة في محافل العالمية، وإن شاء الله نرفع راية الوطن. أكيد طموحنا إنه أول حاجة نتعلم من كل ونستفيد من كل الخبرات للناس اللي حواليننا. ما شاء الله يعني حواليننا عقول جبارة، سواء كان من طلاب أو معلمين أو حتى من دكاترة. هذا أول طموحنا، وإن شاء الله يعني أكيد أولاً وأخيراً ودائماً إنه إحنا نرفع راية وطننا في جميع المحافل العالمية، وإنه اسم الشعب السعودي يكون معروف بين كل الناس. مشروعي هو عبارة عن Super Paramagnetic Reusable Delivery System of Pesticides. من أهم الأسباب اللي خلتني أختار هذا المشروع أو خلتني أشتغل على هذه الفكرة اللي هي الأخطار اللي تسببها المبيدات الحشرية علينا إحنا كبشر، وحتى مو بس على البشر، على البشر، على الحيوانات، على البيئة من حوالينا، وفي النهاية إحنا بنتضرر منها. ففي بحثي سويت مبيد حشري قابل لإعادة الاستعمال وفي نفس الوقت صديق للبيئة. توفيق ربنا كان أول حاجة، ودعوات ماما وبابا، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، موهبة ومدرستي. أحب أشكر كمان إدارة تعليم جدة، يعني ساعدوني بشكل جبار، ويعني كانت جهودهم معانا وكانوا واقفين معانا يعني من بداية الطريق إلى الآن، وإن شاء الله مكملين. كل الجهود اللي إحنا اشتغلناها وكل الأشياء اللي إحنا سويناها كانت بس جزء بسيط من السبب إنه إحنا موجودين هنا. يعني جهود الناس اللي حواليننا، كنا إحنا، أنتوا شايفين قدامكم شخص واحد بس ورانا أشخاص مرة كثيرين، يعني كانوا هم برضو السبب إنه إحنا موجودين هنا. طبعاً إحنا عدينا الصعب الحمد لله، وإن شاء الله يعني الجاي كله أسهل، ويعني دام قدرنا على اللي قبل إن شاء الله حنقدر على اللي جاي. ويعني أكيد كلنا فينا روح المثابرة، وكلنا نقدر إنه بالعزيمة والإصرار إنه إحنا نوصل للي إحنا نبغاه. يعني الشعب السعودي مستحيل يوقف.